مساء الخير واهلا بيكم، ويوم جديد ونبض القاهره. النهارده كان في احداث كتيره، كان في برضه زحمه غريبه جدا في الطرق، الواحد مش قادر يفهم. يعني كان من يومين الناس قالت ان بسبب الامطار وبسبب ان احنا طول الوقت يعني بنغرق في شبر ميه، ولكن النهارده نفس المشهد، وكانت زحام وكل الناس في كل الطرق اللي كانت بتتحرك فيها، سواء في وسط البلد، سواء في مصر الجديده، سواء هنا هنا وهنا، كل الناس بتشتكي من الزحام. في ايه الحقيقه؟ ما حدش قادر يفهم ايه اسباب الزحام وايه اسباب ان الطرق مقفله، وكل واحد عشان ينزل يروح مشوار يقعد فتره طويله. الحقيقه محتاجين تفسير، ما بنعرفش نتواصل مع رجال المرور بشكل كبير عشان خاطر يقولوا لنا يعني ايه اسباب هذا الازدحام الغريب اللي بقاله 3 4 ايام، ولكن بنتمنى ان احنا نسمع او نعرف تفسير الكلام ده ايه. النهارده هناخد بقى اهم الاحداث بتاعتنا على مدار اليوم، هي طبعا نتائج وتداعيات زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، واللي طبعا بداها من امبارح، واللي كانت ملاحقه لزيارته لروما، واللي كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. نفس الوضع بالنسبة للزيارة لفرنسا، كان في مؤتمر صحفي وكان في اجتماعات كتيرة وكان في توقيع اتفاقيات كتيرة من قبل الجانب الفرنسي على مستويات كتيرة، مستويات اقتصادية، مستويات على مستوى الاستثمار، على مستوى كمان التبادل الثقافي خلال الفترة اللي جاية. كان في اجتماع مهم جدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبريات شركات السياحة الفرنسية. يمكن احنا كان قبل الزيارة كمان كان في وفد كبير هنا من اكبر 15 شركة عالمية وفرنسية بتعمل في السياحة، وكان اللقاء تم في مصر. تم استكمال هذا اللقاء كمان في فرنسا بمقابلة عدد تاني من هؤلاء، لان النهاردة ما ينفعش ابدا ان احنا ما نديش اهتمام بالغ بالسياحة الفرنسية، لان دي السياحة الثقافية اللي هي بتدر فعلا عملة صعبة وبتدر كتير من الدخل القومي. الاهتمام بتدفق او زيادة عدد السياح الفرنسيين لمصر، ده الحقيقة ده اهمية كبيرة جدا. ده كان كمان كلام موفق جدا، او كان اتجاه موفق جدا، ان يتم استكمال لقاء عدد من رؤساء الشركات السياحية الفرنسية عشان نبتدي بقى نفوق لموسم سياحي إن شاء الله آمن ومستقر خلال الفترة اللي جاية. السياحة مهمة جدا جدا جدا، ولازم الشغل عليها يكون من أعلى قيادة في الدولة، ما ينفعش أبدا نغفل هذا الجانب بأي حال من الأحوال. بيأكد كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بالفعل بيولي هذا الجانب او هذا الموضوع اهتمام كبير، وده واضح زي ما قلنا لحضراتكم. النهارده في المؤتمر الصحفي كان في بعض الجمل كانت مهمه جدا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي، واللي هي كانت كمان رسائل بتطمئن كل الناس في او بتطمئن العاملين في مجال السياحه في فرنسا، وقال ان انتم عارفين كويس ان مصر محبه للشعب الفرنسي ومحبه ان يكون في تدفق سياحي من قبل الفرنسيين، واكد ان مصر امنه تماما، واي حد بيدخل مصر هو كمان بيكون امن، لان امانه من أمان أي فرد بينتمي إلى الشعب المصري. كمان النهاردة أكد في المؤتمر الصحفي اللي كان في قصر الإليزيه، وكان بيشاركوا فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قال إن الدولة المصرية بتحمي المصريين، وإن كل مواطن زي ما قلت داخل مصر فعلا هو مرحب به بشكل كبير جدا، وهو آمن على نفسه. قال كمان ان المباحثات اللي تمت مع الرئيس الفرنسي كان فيها مناقشه للقضيه الفلسطينيه بشكل كبير، وقال كمان كان في دعم وفي تفاهم مشترك مع القياده الفرنسيه على الدعم المطلق للشعب الليبي والجيش الوطني الليبي في خلال طبعا او خلال الازمات اللي هي دلوقتي طبعا بتحيط بليبيا وبالشعب الليبي في الفتره دي. واكد ان في تطابق
كامل للموقف المصري والفرنسي تجاه كل ما يحدث وكل القضايا في ليبيا ودعم دولة ليبيا الشرعية. اتكلم كمان على بعض القضايا المتعلقة بدول القارة الإفريقية والتعاون في القضايا الخاصة اللي هي بتكافح أو مهتمة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودعم جهود التنمية المستمرة. كمان أكد على استئناف عملية السلام فيما يخص القضية الفلسطينية، وأكد كمان على العمل على ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. كمان في المؤتمر الصحفي اتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للجهود الحكومية العراقية لتوحيد الصف، وطبعا بسبب التحديات اللي النهارده بتحدث على الاراضي العراقيه بسبب الارهاب اللي بتواجهه دوله العراق خلال الفتره الاخيره. اتكلم كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي على اوجه تعاون كبيره جدا في مجالات زي ما قلت اقتصاديه واستثماريه وسياحيه وثقافيه وكمان عسكريه. واكد ان سيتم تفعيل مشروعات فرنسيه في مصر بقيمه 796 مليون يورو، وده هيكون بتمويل حكومي فرنسي خلال الفترة اللي جاية. وأعلن كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو وجه الدعوة للرئيس فرانسوا أولاند أنه هو يزور مصر في أغسطس القادم، والزيارة هتكون كمان لقناة السويس الجديدة إن شاء الله. كلام كتير الحقيقة في المؤتمر الصحفي، كله كلام إيجابي. كمان فيما يخص موضوع الإرهاب والدعم الدولي أو دعم وتواجد تحالف دولي لمواجهة الإرهاب اللي النهاردة بقى موجود في منطقة الشرق الأوسط واللي كمان بيواجه الدول الأوروبية، أكد أن في تفاهم كبير جدا ومشترك بين الجانب الفرنسي. وكمان قال أن علاقة مصر مع أوروبا كمان هي علاقة كبيرة جدا بتنطلق من وجوده في فرنسا ومن قوة العلاقات الفرنسية المصرية خلال الفترة اللي جاية. وطلب والرئيس كمان فرانسوا أولاند في كلمته في المؤتمر الصحفي أكد على دعمه الكامل والمطلق لكل الجهود اللي بتبذلها القيادة السياسية المصرية في مواجهة الإرهاب، وكمان العمل على استكمال الاستحقاق السياسي الأخير وهو مجلس الشعب القادم. وطلب كمان من الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال عدد كبير من الطلبة المصريين والباحثين والأكاديميين، وأكد أن العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وفرنسا دي علاقات تاريخية وأبدية، ولابد أن هي تشهد كمان زخم وتشهد قوة كبيرة خلال الفترة اللي جاية. كل ده كلام كويس وكل ده كلام إيجابي وبيصب في العمل على أن النهاردة مصر بتنفتح ومصر بتؤسس لعلاقات أكتر قوة وأكتر زخم مع الجانب الأوروبي زي ما شفنا في إيطاليا وزي ما شفنا في فرنسا. مصر يعني بتبتدي دلوقتي تنظر أو تخرج للعالم بشكل في قوة، بشكل في تفهم أكتر لكل ما يدور في العالم، بانفتاح أكتر، بجذب أكتر للعمل وللاستثمار في مصر خلال الفترة اللي جاية. الحقيقة كلها جوانب إيجابية شهدتها فعلا زيارة الرئيس سواء لإيطاليا أو لفرنسا النهاردة كما جاء في المؤتمر الصحفي. النهاردة برضو كان مشهد كان لطيف جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نزل من سيارته أثناء الموكب بتاعه بعد خروجه من قصر الإيزي وحيى المصريين وأكد لهم، والكلام ده هو عمله وكرره كمان في نيويورك لما كنا هناك. الحقيقة برضو نزل عشان يحيي المصريين اللي كانوا موجودين واللي جايين، وطبعا الجو برد في فرنسا زي ما حضراتكم عارفين، وكان كمان برد في روما وفي إيطاليا، لكن المصريين اللي عايشين هناك كانوا حريصين ان هم يستقبلوا رئيسهم وان هم يأكدوا دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية ولرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لفرنسا ولإيطاليا. احنا كان معانا كمان الفيديو يا جماعة اللي كان فيه المصريين بيحيوا فيه. طيب على ما يجهز الفيديو، ولكن كانت فيه طبعا زي ما بقول لحضراتكم كان فيه حفاوة كبيرة جدا من الجانب الفرنسي، كان فيه حفاوة من المصريين الموقنين هناك في فرنسا وفي إيطاليا. إن شاء الله يتبني ونشوف بقى
نتائج هذه الزيارتين بتفعل بشكل قوي خلال الفترة اللي جاية، وإن شاء الله كمان يبقى في حصاد لكل نتائج هذه الزيارات كمان على المستويات المختلفة، سواء الاقتصادي سواء السياسي سواء العسكري سواء الثقافي. ده فيما يخص ما جاء في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لفرنسا، واللي هو مفروض ان هي هتنتهي يعني بكرة ان شاء الله. كمان كان في تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين فرنسا وبين مصر، وده في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 70 مليون يورو، وكان كمان اتفاقية تانية بتهدف لدعم التوظيف عبر تمويل الشركات الصغيرة في المناطق الأكثر فقرا، وده بقيمة 80 مليون يورو. وفي الاتفاقية الأولى كانت إعلان نوايا حول الشراكة الفرنسية المصرية اللي بتتعلق طبعا بمترو أنفاق القاهرة المزمع العمل به خلال الفترة اللي جاية. خلصنا دلوقتي ما يخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ونتائجها زي ما قلت لحضراتكم. نيجي بقى لحاجة تانية النهاردة كانت مهمة، وهي المؤتمر الصحفي اللي كان عن لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، واللي كانت بتعرض التقرير الأخير فيما تم في 30 يونيو، فيما تم في فضل اعتصام ربعة والنهضة إلى آخره. النهاردة اللجنة خلصت كل ما مطلوب منها، ما هو مطلوب منها فيما يخص هذا العمل، بعد عمل خلال الشهور الماضية، عمل وجهد وجهد كبير جدا الحقيقة. زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة وتابعتوا في المؤتمر الصحفي اللي كان من صباح اليوم واللي قعد فترة طويلة الحقيقة، وكان بوجود الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي، وكان كمان بوجود عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، وعدد كبير من الحقوقيين وأعضاء مجلس حقوق الإنسان وغيرهم وغيرهم. وطبعا كان في حضور مهم وبارز جدا كمان لوسائل الإعلام، مش بس وسائل الإعلام المصرية، ولكن كان في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية. النهاردة أبرز ما جاء في هذا التقرير إن هو في 860 قتيل، وده عدد القتلى في ربعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة، في 615 قتيل كانوا في ربعة، منهم 8 قتلى من الشرطة و607 بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحي التجمع اللي هم اللي كانوا موجودين في ربعة والنهضة. في 88 في النهضة منهم فردين من أفراد الشرطة، و86 مدني، و61 في الحرس الجمهوري في أحداث الحرس الجمهوري منهم 2 فردين أمن، و59 من المجتمعين، وفي 96 في مسيرة المنصة منهم ضابط، و95 من المواطنين. اللجنة أوضحت بقى في المؤتمر الصحفي النهاردة أن الإخوان رفضوا التعاون مع اللجنة بشكل قاطع، وأشار المستشار عمر مروان وهو أمين عام اللجنة أن عندما طلبت الإخوان، هو طبعا يعني بيتكلم على أن اللجنة طلبت من الإخوان بتقديم ما يثبت أقوالهم اللي راحوا بيها، واللي أكدوا ان طبعا ان في مجازر وفي الاف القتلى وفي كان يعني كان في تعذيب وفي قتل غير انساني وغير يعني كل الاكاذيب بتاعتهم اللي انتم عارفينها دي، هو طالبهم بان هم يثبتوا اقوالهم ويجيبوا له ما يثبت كل هذا الكلام اللي هم طبعا بيشوشروا بيه وبيعبثوا بيه في كل وسائل الاعلام الداعمه ليهم والمحرضه على الأوضاع في مصر، ولكن ما كانش في أي ردود من ناحيتهم. وأكد كمان إن هو كل ما جاء في التقرير، أي حد بعد ما تم شرح كل نتيجة البحث ونتيجة العمل اللي قاموا بيه خلال الفترة اللي جاية، قال إن أي حد عنده ما يثبت عكس ما تم ذكره في هذا التقرير فعليه أن يتقدم فوراً لتقديمه، ويبقى كل حاجة على الملأ
اديني انا النهارده عندي لجنه انتهت بالنتائج الفلانيه، انت عندك حاجه تانيه تقولها بس موثقه كما قدمها لي، قدمها لي عشان خاطر ما حدش، ما فيش النهارده حاجه ممكن تكون بتحصل بمنأى او زي ما بيقولوا تحت الترابيزه، ولا خلاص الكلام ده خلص وانتهى، ودي لجنه محايده والعاملين فيها واللي قاموا على هذا العمل المهم هم كلهم قامات ورموز محترمه، وبيشهد لهم بالكفاءه وبيشهد لهم بالحياديه الكامله وبيشهد لهم بالاحترام الكامل، سواء الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض سياده المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، يعني هذا قيمه وقامه الحقيقه قانونيه كبيره جدا، وهو كان طبعا رئيس اللجنه بالاضافه للمستشار عمر مروان، وكل العاملين في هذه اللجنه اشتغلوا شغل حقيقي خلال الفتره اللي فاتت، وقدموا وكانوا بيبحثوا في كل شيء بيخص هذه الامور، لان النهارده وهم بيعرضوا نتائج لجنه تقصي الحقائق هم قالوا ده اللي احنا اشتغلنا عليه وده اللي احنا قدمناه واحنا راضيين عنه تماما لان احنا اشتغلنا عليه، وكل كلمه تقدم النهارده هي موثقه وهي خارجه بعد جهد وبعد عمل شديد وبعد تاكيد لكل كلمه بتقال في هذا المؤتمر. طبعا انا عايزه اقول لحضراتكم ان في كلام كتير النهارده لان قعدوا وقت طويل بيعملوا التفنيد وسرد لكل الاحداث اللي حصلت بكل التفاصيل، ولكن زي بقول لحضراتكم يعني دي اهم الحاجات اللي جت في المؤتمر النهارده. كان طبعا من الحاجات التانية ان اول قتيل كان في احداث فضل الاعتصام بتاع رابعه والنهضه، ده كان ضابط شرطه، وده اكد عليه على فكره وكان اتكلم فيه برضو التقرير بتاع المجلس القومي لحقوق الانسان، وقال ان التقرير اكد النهارده او تقرير اللجنه اكد كمان ان الاعتصام الاخوان لم يكن سلميا على الاطلاق، واكد ان تم نقل جثث من اماكن الى رابعه. في حاجات كتير جدا زي ما بقول لحضراتكم. كمان المهم برضو فيما يخص التقرير النهارده ان هو المستشار عمر مروان اكد ان ميزانيه اللجنه اللي تم العمل من خلالها على هذا التقرير هيتم الاعلان عنها خلال اسبوع وسوف تنشر كامله، وقال ان هي بلغت 750 الف جنيه، يعني ما كانوش بيهزروا، يعني دي لجنه كان متوفر ليها فلوس كتيره عشان تتم باكمل وجه، ما يبقاش احنا عندنا مشكله ان احنا لا ما كانش عندنا مثلا فلوس عشان نقدر نعمل تحريات هنا عشان نقدر نعمل شغل هنا عشان ما نبذلش مجهود، لا كان متوفر لهذه اللجنه كل حاجه عشان يتقصوا فعلا الحقائق في كل اللي تم في فض اعتصام رابعه والنهضه والمنصه. هيتم كمان لسه زي ما بقول لحضراتكم الاعلان عن كل ما يخص هذه اللجنة من عمل خلال الفترة اللي جاية، ولكن زي ما بقول لحضراتكم تفاصيل كتير جدا في هذا التقرير اللي كمان النهاردة كان في عدد كبير من وسائل الإعلام اتكلمت وكانت بتسأل وبتفند مع اللجنة كل ما تم ذكره معاهم. كان في فيديوهات النهاردة تم عرضها في المؤتمر الصحفي لعدد كبير من وسائل الإعلام، كان في فيديوهات للمصر اليوم، كان في فيديوهات للتلفزيون المصري، لليوم السابع، للأهرام، لقناة الجزيرة، لكله كانوا عارضين كل حاجة النهاردة وهما بيتكلموا عنها كانت موثقة بالصوت والصورة. طبعا احنا هنتكلم كمان بالتفصيل النهاردة في الحلقة بتاعتنا عن كل ما جاء في هذا التقرير أو كل ما جاء من نتائج لهذه اللجنة، طبعا بعد الفاصل لما أستقبل ضيوفي. عايزه بقى نبتدي الكلام سريعا كده عن ما تم او برضو الزخم اللي حاصل خلال الايام اللي فاتت واللي لسه بيستكمل في موضوع هيحصل ايه يوم 28؟ هيحصل ايه يوم 28؟ امبارح انا قلت واكدت وقبليها قلت واكدت مش هيحصل اي حاجه خالص، يوم عادي خالص، ولما اي حد فينا يدي للموضوع اهتمام فهو كده بيثبت للمجرمين الارهابيين المحرضين ان هم نجحوا، او بيقول لهم ان انتوا نجحتوا ان انتوا تقلقونا او تشوشروا او تعملوا او او او. خلوني قبل ما ابتدي اتكلم على
الشغل اللي هتعمله القوات المسلحه والجيش ومؤسسات الدوله، اللي هي لابد ان هي تكون معنيه بامن واستقرار المواطن في كل لحظه، مش بس يوم 28، ولكن عشان الناس كمان تبقى مطمنه اكتر، لان برضو يعني في ناس بتبقى يعني قلبها ضعيف. فهقول لكم ايه الاستعدادات اللي كمان الجيش بيقولها وبيأكدها والشرطه بتقولها وبتأكدها، ان ده يوم طبيعي جدا وان احنا هنبقى مفتحين عينينا كمان زياده عن اللزوم لاي حاجه ممكن تعكر صفو اي حد، واي تجاوز واي مخالفه للقانون هيكون فيها ردع بشكل قوي. يعني هيبقى في قانون، في تطبيق للقانون. اللي بقى عايز ينزل وعايز يعمل حاجه يخالف بها القانون يبقى ما يلومش غير نفسه. خلوني اوريكم حاجه لطيفه جدا الحقيقه، جات لي على النهارده على الواتساب وكانت لذيذه، فقلت يعني ليه لا، يعني برضه حضراتكم تشوفوها، لان يعني خدوا الموضوع ببساطه، لان ما فيش اي حاجه، ما حدش يقدر يعمل حاجه للمصريين ابدا ابدا. خلونا نشوف الفيديو اللي دمه خفيف دوت، واقول لكم بقى الشرطه والجيش هيعملوا ايه يوم 28، ونرجع نكمل معاكم. You'll see, you find him. بذمتكم مش دمه خفيف؟ يعني انا قلت خلاص طالما انا عجبني فهعرضه على حضراتكم برضو، يعني عشان تشوفوا المصريين وابداعاتهم اللي ما بتنتهيش باي حال من الاحوال. هقول لكم بقى، الجيش بيحكم السيطره على كل المنشات وكل الاهداف الحيويه بالدوله، وده طبعا عشان يطمن، يعني هو بيعمل ده بالفعل طول الوقت، ولكن عشان الناس ما تبقاش قلقانه، واي حد ممكن يتخيل، مفيش يا جماعه مفيش جنس حاجه ممكن تحصل، في حد هينزل يخالف القانون زي ما قلت وهيحاول ان هو يرتكب اي غلط، هيكون في حد واقف وبيواجهه وبيعمل له ردع وبكله بالقانون. بس الموضوع ما فيهوش اي مشكله تانية. في كمان استعدادات مكثفه لمجموعات قتاليه من الصاعقه والمظلات وقوات التدخل السريع لتامين المرافق الخدميه، وفي كمان كمائن دوريات متحركه بالتنسيق مع الشرطه في كل مكان، في كل مكان مش بس في القاهره، في كل مكان.
واحنا معانا كمان اعتقد صور لقوات التدخل السريع اللي هي بتستعد لتامين المنشات خلال اي حاجه ممكن تحصل. اوعوا تفتكروا ان في مظاهرات وفي مش عارف ايه وفي مظاهرات ايه، ما انتوا بتشوفوهم لما بيقعدوا يقولوا لك احنا هنطلع بقى بمظاهرات، مظاهرات يعني طالعين 5 6 7 8 يعني ولا ايه؟ يعني الصوابع بتاعتهم اللي انتوا عارفينها ديت اللي هي ما بتخلص يعني تعديش الايد الواحده او الايدين الاثنين. مش معقول مش معقول، هم خلاص هم بلا اي شيء في ارض الواقع. واي حد هم فاكرين انه خليهم يصرفوا في الفلوس وخليهم، ما هم عشان يلموا فلوس من اللي بيحرضوهم ومنين ومن كل اللي بيخلوهم يفتكروا ان هم يعملوا مشاكل وعبث في البلد او تخريف في البلد. لما يبقى في قانون واقف وبيتعامل معاهم يعني هم برضو هيعرفوا ان الدولة دي دولة قانون، ما يقدروش ان هم يعملوا اي حاجة. بس اهو البعبعة لازم بقى كلام، ولازم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولازم يعني يطلعوا بقى الغل ويطلعوا الشر ويطلعوا كل السواد اللي جواهم عشان هم طبعا مش مبسوطين. النهاردة قريت كمان مقال مهم جدا الحقيقة للأستاذ صلاح منتصر، قال كل ما حد أسأله يا جماعة طب ده بمناسبة إيه؟ ال 28 دي بمناسبة إيه؟ فقال لك طيب يمكن عشان يوم السبت مثلا في الحكمة في قضية مبارك، طب يمكن عشان ردا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والإيطاليا، طب عشان مش عارف. النهاردة الحقيقة يعني كاتبنا الكبير كان كاتب مقال حلو قوي، لو تقدروا كمان ترجعوا له تقروه، وعمال بيجمع فيه الأسباب وفي الكلام وفي الحاجات اللي ممكن تكون يعني طب ده ليه يعني 28 ليه كل شوية 14 مش عارف ايه 28 35. النهاردة طالع برضو واحد من المعتوهين بتوعهم يقول لك ايه، لا ده هم هيدعوا يوم كل ثلاث وخميس على اساس ايه يعني اللي هو الصيام اثنين وخميس، طب ده اثنين وخميس مش ثلاث وخميس. حاجات يعني خزعبلات وعته الحقيقه ما ملوش اول من اخر الحقيقه يعني. النهارده وزاره الداخليه رصدت معلومات طبعا وخطط ارهابيه تخريبيه قال يعني المفروض هم هيقوموا بيها خلال يوم 28 اللي هم بيدعوا اليه. موضوع بقى حرق المصاحف واعلان المصاحف والدوس رجال الشرطه وكل الكارهين للمصاحف برجليهم والحاجات دي. الحاجات دي لو حضراتكم تابعتوا على مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا ان هم صور متشيره وجاهزه، يعني حتى الناس بتبعتها لبعضيها وتقول لك ايه البروفات بتاعه 28 نوفمبر على اساس ان هم يعني ايه بقى دي موقعة المصاحف، يعني هيرفعوا المصاحف وطبعا ضد الاسلام بقى يعني الرحمه 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 على المجرمين اللي ما عملوش في الدنيا ما اساؤوش واهانوا الاسلام زي ما هم عملوا كده. المجرمين دولت اللي الاسلام منهم بريء بريء بريء. الامن الوطني النهارده كان عقد اجتماع في وزاره الداخليه ومؤتمر بعنوان معا لحمايه الامن القومي المصري، وشارك فيه عدد من ممثلين عن كافه وزارات ومؤسسات الدوله، وتناولت طبعا فعاليات المؤتمر التحديات التي تواجه الامن المصري في المرحله الراهنه وضروره تكاتف كافه الهيئات والمؤسسات الوطنيه لمواجهه هذه التحديات. زي ما بقول لحضراتكم احنا ليه بنقول يعني كل يوم عندنا كشف من قبل رجال الشرطه ومن قبل رجال القوات المسلحة لبؤر إرهابية، لتجمعات إرهابية، لمجموعات إرهابية. دي بتحصل، مسألة بتحصل كل يوم. كمان النهاردة زي ما بقول لحضراتكم لما الشرطة بتقول إحنا مستعدين بكذا وكذا وكذا وبنعمل اجتماعات، دي مسائل برضو طبيعية يعني دي ما تقلقش حد. يعني زي برضو الإشاعة اللي طلعت يقولك إيه، ما برضو ممكن يكون الزحمة اللي بتحصل دي بسبب إن الناس متخيلة إن كل الطرق مقفلة عشان لا ما هو لازم عشان نعمل حسابنا وعشان نبقى ممكن على فكره ده يكون واقع. وممكن ده يعني هتلاقي حد بيكلمك يقول لك ايه ده، بيقول لك الشوارع المؤديه لميدان التحرير مقفوله، ده الشوارع المؤديه لمدينه نصر مقفوله بسبب 28. هتلاقي بتحصل بلبله من الناس كده بدون
يعني بدون قصد، او حتى لو حد عايز يعملها بقصد، كل ده في النهايه هتبص تلاقيه بيعمل يعني بيعمل كده شويه 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 قلق، شويه وجع دماغ، شويه مش عارف ايه. ولكن في النهايه دول اي حد هينزل وهيتجاوز، وبقولها وبكررها تاني، هيتجاوز وهيخالف القانون ما يلومش غير نفسه، ما يلومش غير نفسه. النهارده كان في مصادر امنيه اكدت ان اجهزه الامن بتكثف من جهودها لاجهاض مخطط فتنه المصاحف يوم 28، واللي بيحاول من خلال التنظيم الدولي للاخوان اثاره الفوضى داخل البلاد. كل الحاجات دي كل يوم هم بيكشفوا عن مجرمين وعن ارهابيين وعن محرضين بشكل كبير. خلونا طيب نشوف كمان الخليه اللي تم ضبطها ديت، واللي كانت بتخطط لعمليات ارهابيه من قبل وزاره الداخليه، ونرجع تاني قبل ما نطلع الفاصل نشوف التقرير اللي معانا عن الوزاره، واللي طبعا خليه كانت بتضم 10 ارهابيين وكانت بتخطط لعمليات إرهابية وبتعمل طبعا بلبلة ونشر وإثارة للرأي العام ونشر أكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلام والاستقرار المجتمعي. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. في إطار تكثيف الجهود الأمنية إزاء ما تشهده البلاد من دعوات للاحتشاد من قبل الفصائل الإرهابية سعيا لإحداث فوضى تهدد استقرار البلاد، فقد تواصلت الضربات الاستباقية ضد أعضاء التنظيمات الإرهابية، فتمكنت مديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني بعد ورود معلومات بقيام قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بإحياء الجهاز السري للتنظيم وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية في الفترة القادمة مع نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث الفوضى. تمكنت من ضبط أعضاء تلك الخلية وبحوزتهم كمية من المطبوعات التي تحرض على التظاهر ومنشورات تهدف للتحريض على أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة. موضوع البوكس ده كان واقع في البوكس الخاصة، أنا كنت قاعد في البيت، كان في حسن حماية ومحمد زريبي وعبد الهادي أبو الريش، راحوا ضربوا بوكس كان فاضل، ضربوا فيه الملتف كده وكانوا عايزين يولعوا فيه. تجارة الدين ملهاش حدود، مش أي حد يعرف يعملها. دين المصطلح يعني وضح لي بيان المصطلح يعني إيه تاجر الدين؟ يعني إن يستخدم الدين في كل حاجة، يعني في الانتخابات يقول لك مرشح الإسلامي مرشح كذا، بيقسم الموضوع لإسلام وليبرالية، إسلام وعلمانية، إسلام وشيوعية، وده غلط في حد ذاته. غلط هو عندهم إسقاط الانقلاب ورجوع مرسي. ومدى مصداقية الكلام ده وفعاليات على الأرض؟ فعاليات على الأرض ملوش أي فعالية أثبتها. ومصداقية الكلام ربما بالنسبة لهم هم لهم مصداقية، لكن بالنسبة لغيرهم لا. ومشاركة 28 دي؟ مشاركة 28 ديت ربما هم يقول لك احنا مش تبعنا، لكن او هننزلوا فيها لكن مش احنا الداعين ليها، لكن هم العنصر الاساسي. خلية إرهابية أخرى نفذت واقعتي إضرام النيران بمكتب بريد وسجل مدني بدائرة قسم شرطة بني سويف. تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط أعضائها والذين اعترفوا بقيامهم بالواقعتين وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر وأقنعة واقية وكاميرا فيديو، كما اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي. دكتور عبد العلي كان بيدينا المعلومات والتكليف ان احنا نروح نولع في البوسطة بتاعت مقبل، والبوسطة بتاعت مقبل بعدين جيت انا البنزين وازازة الفضلة واتفقنا، وقال مين اتفقنا انا وانا عبد الرحمن وشرف واحمد جمال وانس ان احنا نروح الساعة 7:30 الصبح عند البوسطة بتاعت مقبل ومن على أجهزة.
كما تمكنت المديرية من ضبط خلية إرهابية بحيازتها أسلحة وعبوات متفجرة لاستخدامها في الاعتداء على المواطنين والمنشآت العامة والشرطية أثناء مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية. المضبوطات عبارة عن 18 قنبلة محلية الصنع وشماريخ وأقنعة واقية. هو اللي فاكر 15 قنبله؟ قدامي السبع اللي هو 10 شغاليف اداهم لك ايه 15 قنبله؟ وقال لك الجزء بتاع 2 جنيه والمسيره بتاع 2 جنيه والمسيره؟ طب انت كنت شايل معاك 2 في الشنطه بس، الباقي كان في البيت بيعمل ايه؟ الراجل بقى هنزل ب 15 واحد في الشارع. بتطبع ايه؟ الحكومه؟ الشرطه يعني ولا ايه؟ الشرطه لو اتعرض للمسيره؟ انت من الاخوان؟ امال انك تنزل معاهم ايه؟ هم قالوا لنا ان انت كنت دلوقتي بتدافع عن دين الله. وايه؟ بتدافع عن دين الله. بتدافع عن دين الله؟ الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق نجحت في ضبط أحد العناصر الإخوانية الإرهابية من ضمن القائمين على إدارة 33 صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بالتحريض والدعوة إلى ارتكاب أعمال تخريبية وعنف. هذه الضربات تؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية واستعدادها الواضح لمواجهة أعمال التخريب من قبل الجماعات الإرهابية لحماية أمن الوطن. حمى الله مصر. حمى الله مصر. آخر حاجة قبل ما نطلع الفاصل ونبتدي حلقتنا بقى النهاردة، عايزة النهاردة أنعي لكل الناس في كل مكان في العالم الحقيقة أيقونة عظيمة من أيقونات الفن والجمال وحب الحياة والأمل والتفاؤل وكل القيم الإيجابية وكل الإبداع، فنانتنا الكبيرة الصبوحة صباح. النهاردة انتقلت إلى ربها عن عمر 87 سنة بعد ما فرحت الناس وأسعدتهم بكل فنها وإبداعها وجمالها وفساتينها الحلوة اللي كانت كل الناس بتستنى عشان تشوفها عشان تعمل زيها، وبحبها للحياة بحبها للحياة. صباح الحقيقة نموذج من الفنانات اللي مش هيتكرر تاني في حياتنا بأي حال من الأحوال، هي كده لوحديها في حتة لوحديها. عايزة أقول ربنا يرحمها وعايزة أقول إن هي قد إيه كانت مثل وكانت قدوة لكل الفنانين ولكل الفنانات ولكل الناس في كل مكان، لأن هي أدت قدوة عظيمة في حب الحياة كمان وتمسكها بالحياة والأمل في أصعب اللحظات اللي كانت بتعيشها. ربنا يرحمها ودايما يا رب كده أعمالها موجودة وخالدة بينا في كل وقت وفي كل مكان. اللي هي عملته وفنها وإبداعها عمره ما هيموت وإن كان حتى هي رحلت بجسدها. خلونا نطلع الفاصل ونفكركم بحاجة من الحاجات الكتيرة قوي قوي الجميلة اللي كانت بتجدوا بيها الصبوحة اللي هي فعلا كانت صبوحة في كل حاجة وكانت بتشرق الحياة وبتنور الحياة في كل وقت وفي كل لحظة. ونتقابل بعد الفاصل عشان نبدأ نبض القاهرة.